كيف برتدي علاقتي بنفسي بحب وفخر؟ بالفقرة السابقة تكلمنا أكثر عن مفهوم تقدير الذات، ولمسنا أهميته لنمونا وتطورنا كأشخاص، واستعرضنا كمان الأحكام المسبقة الموجهة من المجتمع، وحاولنا نتمرن على تحديدها ومعرفتها بهدف التحرر منها. اليوم رح نخطي خطوة جديدة صوب ارتداء علاقتك بنفسك بحب وفخر. استعمالنا لكلمة ارتداء هو لأنه رح منشبه رمزياً العلاقة بالذات لو يشيح ممكن ارتدائه. كلنا منعرف إنه 1+1=2، بس هالأمر ما بينطبق على العلاقة. كيف؟ بالعلاقة حسب جاك سالومي مفهوم الوشاح العلائقي 1+1=2، بيساوي 3، لأنه بالعلاقة بيوجد أنا وأنت والعلاقة، واللي يمكن اعتبارها كائن حي ممكن نعتني فيه نغذيه وننميه أو نهمله ونؤذيه. الوشاح عند سالومي بيرمز للعلاقة بين الشخصين، ممكن نعتبر إنه كل شخص بيمسك بالعلاقة من جهته. لفهم الصورة أكثر رح نطورها ونتكلم عنها أكثر بفقرات لاحقة. أما بموضوع فقرتنا اليوم رح نتحدث عن علاقتنا بذاتنا، حيث الوشاح العلائقي يوضع على أكتافنا وحول رقبتنا، وبيرمز لعلاقتنا بأنفسنا للصورة الذاتية المكونة عنا، أي الصورة عن جسدنا المرهونة بنظرة الآخر لإلنا، ما يعني مجدداً أنه تقديرنا لذاتنا وصورتنا الذاتية تتأثر بالمجتمع. وإنت كيف عم ترتدي وشاح علاقتك بنفسك؟ كيف توصفي هالوشاح؟ هل هو خفيف؟ تقيل؟ مزعج؟ هو خانق؟ بيمنعك من التنفس؟ أم مريح؟ من أي ألوان بيتكون؟ هي فاتحة أم داكنة؟ وضعنا بالملحق عدة صور لوشاحات، اختار الوشاح الأقرب لوصف علاقتك بنفسك. خبرينا بخانة التعليقات عن سبب اختيارك. خيار الوشاح مش مجرد خيار، هو نتيجة صورة ذاتية تتعلق بتاريخك، بالإضافة إلى صور نمطية بينسبها المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة. رح نستعرض الصور النمطية الثلاثة الأشهر لتتمكني من فهم خيارك، وهن الضحية العاجزة، الدور البطولة، والشرير القبيح. وهالدور إجمالاً إلى جانب الدورين الآخرين مستعمل من قبل وسائل الإعلام. بشرح مفصل عن الصور الثلاثة، الضحية العاجزة بيظهر هالدور من خلال العبارات المستعملة بالمجتمع للتعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة، فسارة وأهلها عاشوا هالاختبار، وكانوا أهل الضيعة بينعتوها بضحية شلل الأطفال. من الصور الشائعة على دور الضحية الضعيفة هو الدور اللي ينسب للمرأة ذات الإعاقة البصرية، وهو الفتاة الجميلة العمياء، صورة نمطية كلاسيكية بتحجم المرأة بدور الضحية الضعيفة والهشة. صورة نمطية أخرى شائعة تستعمل بالإعلانات، وهي تسليط الضوء على إعاقة وعجز الشخص واختزال كل كيان وقدراته بالإعاقة، والهدف بيكون الاستعطاف وجمع الأموال. وهالصورة تلجأ لها للأسف بعض المؤسسات الخيرية، مثلاً عوضاً عن تقديم الكرسي المتحرك كرمز للاستقلالية بتقدم كرمز للضعف والنقص. الدور البطولة، لفهم هالصورة أو الدور رح نشارككم بتجربة دينا بالجامعة. بتقول دينا لما وصلت على الجامعة كنت فقدت نظري كلياً، وهالأمر اتطلب مني مجهود مضاعف لتابع المواد الدراسية لأنها ما كانت مكيفة لشخص مكفوف. صرت لاحظ أنه دايماً الأساتذة بيتعاطوا معي قدام الطلاب على أني شخص استثنائي، وأنه الطلاب لازم يعتبروني مثل أعلى، مع أنه كنت أنجح من دون ما أكون من الأوائل. كنت انزعج لما أسمع جملة زميلتكم على الرغم من أنها عمياء عم تدرس وعم تنجح، لازم تكونوا شجعان وأبطال مثلها. كنت انزعج من دور البطولة يلي ما بيخلي رفقاتي ينظروا لي مثل بقية الآخرين. فيني كون قوية وفيني كون ضعيفة، وما أخجل من هالشي. هالأمر دفعني أنه أكسر هالصورة النمطية وتصرف على طبيعتي مع زملائي، حتى يبنوا علاقة معي أبعد من كوني فاقدي لحاسة البصر أو لا. إذن دور البطولة بينسب للشخص اللي عنده إعاقة، أنه بيمتلك إرادة فولاذية بيتخطى كل الصعاب بالمزايا الاستثنائية اللي بيمتلكها، وبالتالي هو مصدر إلهام الآخرين. هالصورة النمطية بتحبس الشخص بدور محدد لابد أنه دايماً يلعبه حتى يكون محط إعجابه وتقدير. وأخيراً دور الشرير القبيح، تاريخياً استعملت الإعاقة الجسدية الظاهرة لتجسيد أدوار الشر، كالقرصان المبتور اليد أو الرجل ذو العين الواحدة، وبالأفلام الحديثة
غالباً ما منشوف دور المجرم ذي الإعاقة المرتكب للجرائم بدافع الحقد ورغبة الانتقام. ولكن هالصور الثلاثة اللي استعرضناها هي الأدوار الوحيدة اللي ممكن نعيشها؟ أكيد لا. لهالسبب نحن بحاجة أكتر وأكتر إنه نعبر عن خبرتنا كوجه من وجوه الاختبار الإنساني يلي بيحترم فرادة كل إنسان. وبدأنا نلاحظ بداية نمو ثقافة الإعاقة بعالم الفكر والفن، حيث منشوف تجسيد لصورتنا ونظرتنا لذاتنا ولأمكانياتنا من خلال مفكرين وفنانين ذوي إعاقة استطاعوا يعطوا صورة إيجابية عن ذاتهم وإمكانياتهم. كما يمكن الإشارة إلى خبرات حيث تكون الإعاقة نقطة التغيير ومساحة للنضج. بتقول أمل: بشكل عام أنا سعيدة ومتصالحة مع حالي وفخورة بأمور كتير قد أنجزتها، التخرج من الكلية، ترشح لمنصب بجمعية شؤون الطلاب، والقدرة على التواصل مع مجموعة بتنوع من الأشخاص. فإعاقتي جعلتني أفكر بالحياة بشكل أعمق وحقق كتير أمور. أما سارة فبتتذكر بهالإطار قصة زميلتها رنا يلي تعايشت بنجاح مع إعاقة نتيجة مرض التصلب المتعدد، وكانت تقول: بحين اعتقد الكتار أنه حياتي ساءت بسبب تشخيصي بالتصلب المتعدد، إلا أنه بالواقع تحسنت، فقعدت النظر بأولوياتي وانهيت زواج ما كنت سعيدة فيه وانتقلت للعيش مع والدتي زينب وبنتي رشا، وأصبح كل تركيزي على نشاطي المفضل أي الكتابة. وإنت كيف عم تساهم خبرتك مع الإعاقة بنموك كامرأة؟ من بعد ما وجدت الوشاح العلائق الخاص فيك، كيف ممكن تعتني بهالعلاقة؟ السؤال الأساسي نطرحه اليوم هو: كيف ممكن نكون هوية وصورة ذاتية إيجابية بظل كل الأحكام المسبقة والأدوار النمطية المفروضة من المجتمع، حيث لا أكون ضحية ولا بطل، بل كون نفسي مع كل طاقاتي وإمكانياتي الفريدة ومحدوديتي، وكمان إعاقتي اللي هي ولو كانت جزء من هويتي ما ممكن تختزلني ولا بشكل الأشكال. بالوقت نفسه ساهمي بتكوين شخصيتي ونموي ممكن تخليني أخبر ولو بشي بسيط عن شو يعني يكون الإنسان إنسان. هالخبرة تبقى شخصية وكل إنسان بيعيشها بفراده. المفتاح الأول لبناء هوية إيجابية هو نظرتي لذاتي. سبق وذكرنا سريعاً نظرة الشفقة اللي بتعرض للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعكس نظرة الشفقة هناك النظرة اللطيفة المتقبلة المهدئة واللي بتنطلق من موقف داخلي هو موقف اللطف المحب. هالموقف بيختلف عن التعاطف أو حتى عن التعاطف مع الذات، فالتعاطف تجاه النفس أو الآخر مشترط بوجود ألم ما، أما موقف اللطف المحب فبينطوي على مشاعر عامة من الود لنفسنا والآخرين دون وجود ضروري لمعاناة. بيقول دلاي لاما: موقف اللطف المحب هو الرغبة أن تكون جميع الكائنات الواعية سعيدة. واللطف المحب تجاه الذات منه موقف أناني، خصوصا بثقافتنا يلي بتدعي لحب الآخر أولا. بالواقع موقف اللطف المحب تجاه نفسنا هو ركيزة تجعلنا ننفتح أكثر للآخر، نتقبله أكثر بهويته الفريدة انطلاقا من حبنا لنفسنا. هو كمان بالإضافة للتعاطف مع الذات بشكل وسيلة ونقطة انطلاق لتغيير الذاتي ولحل المشاكل، إذ بيخلق المساحة الآمنة الداخلية يلي بتسمح لنا نكون على صلة بقدراتنا الإبداعية وبالقدرة على حل المشاكل. لتتمكن من تنمية هالقدرة الداخلية بقلبك على النظر بلطف وبمحبة لذاتك وضعنا تمارين بالملحق. بالختام، موقف اللطف المحبب هو الخطوة الأولى لتنمية الشعور بالفخر الداخلي، وهو المناعة المضادة لكل الرسائل السلبية اللي ممكن تتلقيها كامرأة ذات إعاقة. بتقول الناشطة الاجتماعية سوزان سيغال، مؤسسة جمعية ميوزا المناضلة لتمكين النساء ذات الإعاقة: القمع الداخلي هو تصديق الأفكار السلبية، والقمع الخارجي هو القمع الذي يأتي من المجتمع باستمرار. نظريتي هي أنه فيك تسيطري فقط على القمع الداخلي وتحويله إلى فخر. بهالطريقة لما تواجه أي اضطهاد خارجي بيكون عندك الدرع الغير مرئي حولك بخبرك أن هيدي الرسائل خاطئة. هل أنت مستعدة للتعمق أكثر بمغامرة الفخر والثقة بالذات؟ مستعدة لبناء علاقة إيجابية مع جسدك ومع قواك وقدراتك كامرأة؟ انطرينا بالفقرة التالية.